اسمك جبت بابية جيب امي ايجابية زوج ايجابية طول بابية برس امك بابية والله زوج ايجابية عندي واحدة احنا مشينا في اطار ما يسمى بالردع والعديد من المخالفات سجلت في عدم ارتداء الكمامه وتطبيقا لتعليمات سيد الرئيس الحكومه اللي مشينا حتى للجانب الزجري لما حبينا نلتقيه بالمواطن اللي يقر انه تم تحسن في نسبه ارتداء الكمامه في عمل متواصل احنا مش انطلاق حمله هي مواصله في الحمله ويلزمها ما تكونش ظرفيه تتواصل كما قلت بانتهاء حتى انتهاء الوباء هذا ان شاء الله ونعول على سلامه المجتمع المدني بكافه مكوناته الاتحاد الجهوي للمراه المنظمات الوطنيه نتاعنا الاتحاد الجهوي للشغل الصناعه والتجاره الاتحاد الفلاحي الكشافه التونسيه المصايف الحمايه المدنيه والامن الوطني والحرس الوطني كاسلاك معناتها مسانده للعمل هذا حتى التحسيس الى جانب المهام الردعيه احنا من المارس الفارط احنا نخيط وكنا اول نيابه جهويه في بالنسبه لنا احنا كاتحاد بادرت بالكمامات هذيا بالنسبه لنا احنا التواصل بالنسبه لنا احنا هو مش ظرفي احنا من وقتها واحنا نشيو في القماش وقاعدين معناها نعطيو فيهم او نوفروا فيهم بالنسبه للجهات بالنسبه لي انا في كافه الولايه عندي كل فرع موجود فما اللي ينجموا يخيطوا هما فما اللي ما فماش احنا قاعدين نخيطوا ونوفروا لهم.